اسمع، إن أبي يخطط لشراء سيارة جديدة، وسوف يأخذني إلى معرض السيارات لاختيارها. حقاً، ووالدي أيضاً. ما هو نوع السيارة التي يخطط والدك لشرائها؟ أنا ألح عليه دائماً بأن يشتري سيارة قوية وكبيرة. وماذا عنك؟ هل تعلم ما الذي يخطط أباك لشرائه؟ نعم، لقد أخبرني أبي البارحة إنه يريد شراء سيارة تعمل بوقود الديزل. ماذا؟ ديزل؟ هل تخططون لشراء شاحنة أم ماذا؟ إن السيارات التي تعمل بوقود الديزل تكون ذات رائحة وتصدر ضجيجاً عالياً ودخاناً أسود. هذا فعلاً مضحك. أنت لا تدري ما هو الديزل في أيامنا هذه. ما هي أنواع السيارات التي تعجبك بني؟ إني أحب الشاحنات الصغيرة أو ما يسمونها البيك أب. إنها سيارة قوية وعملية. حسناً، والآن هل لديك أي معلومات عن محركات الديزل؟ لا أبي، ما هي محركات الديزل؟ إن محرك الديزل هو اختراع مميز، وهو أفضل من المحركات التي تعمل بالبنزين من نواحي عديدة. والآن حان الوقت لنتعلم عن محرك الديزل. مرحبا بكم في عالم محركات الديزل. أما الميزة الثالثة التي تتمتع بها محركات الديزل هي أنها صديقة للبيئة. ماذا يعني ذلك؟ إننا نعيش على كوكب الأرض ويجب علينا حمايته من التلوث للأجيال القادمة، تماما مثل ما يفعله أباك الآن. إن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في سيارات الديزل أقل من الانبعاثات في السيارات الأخرى، وهذه هي أكبر نقطة مهمة بالنسبة لهذه السيارات. وماذا يفعل غاز ثاني أكسيد الكربون عند ازدياده؟ عملياً وحسب رأي العلماء، إن ازدياد ثاني أكسيد الكربون من شأنه زيادة درجة حرارة الأرض، وبالمحصلة فإن الزيادة في هذا الغاز يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة وتصبح الأرض أكثر حراً. أكثر حراً مما هي عليه الآن؟ يا إلهي! ولهذا فإن محرك الديزل هو الأكثر تواجداً في العديد من الأسواق مثل أسواق السيارات الأوروبية. هذا رائع، وبهذا لن نذوب من الحر. والآن دعونا نستفيد من بعض النصائح لمتخصصين من شركة رائدة عالمياً في صناعة محركات الديزل. ガソリンエンジンとほとんど変わらない低光害でクリーンな排気ガスを実現しています。ヨーロッパでは、CO2排出量の低さから自動車市場の 60% 以上をディーゼルエンジンが占めるというデータもあります。هذا كل ما سمعته من أبي وتعلمته البارحة. هل عرفت الآن؟ حسنا، سأذهب إلى المنزل حالا للتحدث مع أبي. مع السلامة. هيا يا أبي، لنذهب إلى معرض سيارات الديزل. عن ماذا تتحدث يا بني؟ هل تقصد السيارات التي تستخدم محركات ديزل؟ نعم، إن العالم يتجه نحو وقود الديزل حالياً. حسناً إذن، هيا بنا لنذهب إلى المعرض سوياً. رائع، ومن ثم يمكننا الذهاب إلى متجر الألعاب. حسناً، لنذهب.